احترافية مانشستر سيتي الذي ظهر عبد العزيز بشكل مغاير ومختلف في الشوط الثاني. كل ما كان يحتاجه هو هدف فقط ليفتح المساحات التي كانت مغلقة في الشوط الأول. هدفته من كرة ثابتة، خطأ من قبل أقبونا في العودة وكسر التسلل. نلاحظ أن الهدف أقبونا الوحيد اللي غطى التسلل وذهب مع أكي، وحتى الهدف الثاني هو ما غطى التسلل وأيضا نفس الأمر. ولكن بعد الهدف الأول الأمور أصبحت أكثر أريحية بالنسبة للسيتي، وستم حاول بأن يعدل بالنتيجة. أصبحت المساحات موجودة في الشوط الأول ولم تكن موجودة، وجاك غريليش اللي يقدم أيضا موسم ممتاز، ليس فقط هالاند. جاك غريليش هذه الصناعة تقريبا السابعة في هذا الموسم له، الموسم الماضي هدف جميل، هدف ممتاز، هدف ممتاز. الجري في المساحة، المساحات التي توفرت بعد الهدف، كان الهدف هو محتاجه السيتي، لذلك فوز مستحق بكل تأكيد. منذ بداية المباراة مسيطر، أما بالنسبة لوستهام فحاول بأن يخرج بشباك نظيفة، نجح حتى الهدف الأول، ومن ثم لم يتمكن من العودة، لأن صعب أن تجاري السيتي في العودة، من الصعب أن تجاري بكرة القدم. حاول أن يلعب بطريقة معينة لكن كانت خطة واحدة، بلان A، أما بلان B لم تكن تعد تنفع بالنسبة لوستهام، لأن بعد تسجيل هدف من الصعب بأن تعود أمام السيتي. السيتي سيضغط، سيحاول تسجيل الهدف الثاني الثالث، قتل المباراة في النهاية، لذلك هو فوز مستحق. وأيضا الحديث أيضا عن نظام المداورة الموجود، أنا كنت أفضل بأن نظام المداورة سيكون في مباراة ليدز، أنه سيقابل مدريد، ولكن منذ هذه المباراة قام بهذا النظام، وهذا نظام المداورة. أيضا تواجد وولكر من بعد مباراة بايرن ميونخ كقلب دفاع ثالث الطرف الأيمن، هدف واحد فقط لإيقاف فينيسيوس، أعطاه تقريبا أربع مباريات لكي يعتاد على هذا المركز، بعد أن صرح سابقا بأنه ليس باستطاعته اللعب في هذا المركز. لذلك الأمور كلها إيجابية بالنسبة للسيتي، حاول حتى مع الخصم المتكتل بإمكانك الكسر هذا التكتل بتسجيل هدف كرة ثابتة، وهذا ما حدث، ومن ثم أتت المساحات لهالاند لكي يكسر رقم القياس ويسجل الهدف الثاني بالنسبة للسيتي. مكاسب لا تعد ولا تحصى للسيتي كابتن محمد. أهم ماسة ناس نقاط، أنا أشوف إن هم لعبوا ب 40% من مستوى محمد، وفي غياب إيدرسون وجندوجان ودي بروين، الثلاثة اللي ما لعبوش والثلاثة من نجوم الفريق. أجي عند هقف عند هدف هالاند شوية. الأدوار المختلفة، الشوط الثاني خاصة لبرناردو سيلفا، أول ما بيفقد الكورة وستونز يرجع مع الرابع مع المدافعين وبرناردو سيلفا ينزل جنب رودري، مين اللي قطع الكورة؟ برناردو سيلفا، ده لجريليش، السرعة اللي ما كانتش موجودة في الشوط الأول والمساحات اللي ما كانتش موجودة اتظهرت في الشوط الثاني. أجي عند التفاصيل بقى بتاع الهدف، التمريرة بتاع جريليش وجري هالاند، تمام؟ شوف لعبها له في المساحة وعارف إن هو أشول يا كابتن محمد، ممكن لعيبة تحطها له في العمق في طريق جاريو، انما هو حطها له في المساحه لانه عارف ان هو اشول، ودقه مميزه. شوف الثاني بقى، الثاني حطها بمهاره، ما استخدمش فيها القوه، لانه عارف ان الحارس المرمى ممكن يستنيها، مستني ان هي التمريره او التسديده بتاعته تبقى فيها قوه. هو لا، هو مشاها بس على وش رجله، شالها بس، فمهاره، لان دايما الحراس المرمى متوقعين ان انت تعمل تشوطه قويه، لا، فهو راح عامل انه هيشوط قوي وراح عاملها تشد بوش رجله من فوقيها، فيها دقه، مع ان الزاويه بتاع اللي شاط منها زاويه ضيقه وزاويه صعبه، زاويه ضيقه زاويه صعبه، انما دي مهاره وتفاصيل التفاصيل. الجريليش تمرير في مساحه، والتاني هنا شاف الجول وعارف ان هو هيروح فين وراح شايلها من فوقيها، فمهاره كبيره بالنسبه ليه وحاجه مميزه بالنسبه له. وبرده اللعيبه اللي تحتي عارفه قدراته وعارفه مميزاته. محمد التمريره بتاع جريليش تمريره حلوه قوي قوي، يبان للمشاهد ان هي سهله، ما يا عم ما المساحه فاضيه ما تحطها له هنا، لا، في واحد في لعيبه ثانيه بيحطها له في طريق جاريو، يحطها له ما بين الاثنين سنتر باكين، هو لا، صح، هو حطها له في طريق جاريو في ناحيه الرجلين الاساسيه، الى المرمى في اقصر طريق وفي افضل مكان، صح، ومش قويه قوي ولا سريعه قوي، وفي حطها له في مساحه حلوه وهو استخدمها كويس قوي بتاع. برضه شوف بطأ جسمه ازاي كابتن محمد، الخطوات بتاع جسمه واحد واحده 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 واحده، ليه نظرته يا كابتن والنظره بتاعته ليه بقى واحده واحده مش خطواته واسعه عشان يعمل كنترول على جسمه وكنترول على عقله عشان يشيلها بالمهاره دي. هذه كم قوي بعد، حلوه قوي قوي قوي، صح، ثلاث قوي ولا كم، هو الجول حلو، وده طبعا مفتاح المباراه زي ما اتكلم كابتن عبد العزيز، ده مفتاح المباراه. اقبونا اعطاهم الهدفين كابتن، مع انه كان بيدي وشوط
ما قدم شوط حلو او شوط اول ممتاز. انا حسدته. انما هم اصلا 3 ضد 2 3 ضد 2 كسر التسلل، هو اصلا زياده عدديه. وبعد الهدف الكل كان يكلمه تقريبا يعاتبه، لان هو كان مميز فيهم، هو الاميز واحد في الكرات العرضيه ولازم لا يمسك دياز لا يمسك اكل. انما هم بص شوف الاربعه دول يا كابتن محمد، الاربعه على 2 2 بس اللي ماسكين من وسط هام على الاربعه دول، ودول بيعملوا ايه؟ ما هو مفيش حد. أربعة تقريبا على هالاند. انتوا ماشي الزون وكل حاجه، بس ما هو في زياده عدديه هنا، فلازم لما تتلعب هيبقى في زياده، تروح الزياده عند اللازق اللي هو فيها اكي وفيها دياز وفيها ستونز، فالهدف ده هو اللي فتح المباراه. لكن لو وقفت بولا في مكانه ممكن كان يبقى تسلل. وهذه الخطه اللي كان ممكن كان يلعبوا عليها، انما هو رجع كسر التسلل، بقاش فيها بقى في زياده عدديه، فتح المباراه بالنسبه لي. صحيح. فانا اعتقد ان دي الحاجات التفاصيل المعينه. ورغم ذلك يا كابتن محمد ان السيتي ما لعبش ب 30 40% من مستواه، وده اللي بين الجوده اللي عند السيتي اللي مش عند اي حد. تعرف الفرقتين بتوع السيتي، الفرقه الثانيه ممكن تكسب ارسنال اللي احنا بنقول عليه الفريق بي، يكسب ارسنال. انا بقول لك النهارده في غياب 3 عناصر، دي بروين ما بيلعبش، جندوجان موجود على الدكه، ايدرسون موجود على الدكه، فودن على الدكه، وفودن على الدكه. فدي جوده تحسب لك كل حاجه، عشان كده هو موجود في الثلاثيه بينافس على كل حاجه في الثلاثيه بالنسبه لي. فاعتقد ان نجاح كبير للمجموعه وايضا للافراد. اتكلم على 35 هدف في الدوري الانجليزي، من الحاجات اللي لازم نقف عندها، لانه محمد الفرقه دي زي ما بقول لك 1000 جول مع جوارديولا، يعني كل دقيقه بيوصلوا المهاجمين بتوعهم للمرمى، فالطبيعي جدا ان يلعب كره هجوميه، ولما بيلعب كره هجوميه بيبقى في توازن حتى في الناحيه الدفاعيه، مفيش حد ما بيقومش بالادوار الدفاعيه بتاعته. بس هو تغير ونضج واختلف عن جوارديولا اول موسم مع السيتي مثلا. غير المدرب ويحسب ليه. وايضا الخروج بتاع من دوريات من دوري الابطال علمه. الخروج من ريال مدريد كان مؤلم. فالنهارده هو بيقدم افضل العتب من زملاء اوجبون عليه لكسر التسلل. ما دي صح. قاعد كريس ويل راح يشير الى المكان المتفق عليه لوقوف الكل، لاحظ؟ ايوه. اعتقد كان خط 18. صف واحد. كلنا على خط واحد. على خط واحد. ما فيش حد. فاعتقد ان دي تفاصيل الاخطاء غيرت مجرى المباراه. انما الطبيعي ان السيتي يكسب. راح ارجع لك لجوارديولا محمد. اتفضل. تابعت جوارديولا من سنوات طويله على المستوى التدريبي. في السابق كان يحير الجميع واحيانا يجعل الكثير يستاء من بعض القرارات، خاصه التعامل مع بعض اللاعبين. وكان باستثناء فتره ميسي في برشلونه، في بقيه التجارب تشعر بانه كان لا يكترث ابدا الارقام الشخصيه والانجازات الشخصيه. لان هالاند اكمل مباراه كامله اخرى لانه يريد ان يكسر هالاند هذه الارقام، وهذا نوع من التغير. في السابق كان يخرج هالاند في 60 دقيقه ويبقي على دكه بدلاء ويحافظ عليه لمباراه ريال مدريد مثلا. هو الغرف في كثير من الاحيان. واهم ميزه او تغير ليه، ما بقاش يحب الكره الحلوه. يعني ايه ما بقاش يحب الكره الحلوه؟ يعني بعض الاحيان يهتم بالفعاليه اكثر من الجمال. هو واقعي. وبعدين بقى هو يعني ايه، هو عنده ثقه في نفسه، هو مدرك ان النجم الاول في المشروع مش اللعيبه. المدرب هو النجم الاول، نجم السيتي الاول هو جوارديولا. وده مستحاله دلوقتي تلاقيها دلوقتي في العالم، ان النجم بتاع النادي هو المدرب. هو المدرب في العديد من المواسم السابقه اللعيب هو النجم. دلوقتي ده نجم الدوري، الراجل اللي احنا بنتفرج عليه ده نجم الدوري. ده غير كل حاجه في كره القدم. خلى ستونز زي ما بقول لك بيكن باور، خلى اكي مالديني. تعال نتكلم على الاربعه الدفاع اللي موجودين يا محمد النهارده اللي بدا بيهم، والله هم اسماء عاديه. خلاهم نجوم. اتكلم مثلا على زي دياز واكي، ثلاثي ممتاز دفاعيا. رودري اكتشف في خط الوسط. خلاه مدافعين محترمين. الاستحواذ اللي بيلعب بيه في بعض الاحيان، ازاي يبقى البيلد اب بتاعه بثلاثه ثابتين، ووكر ومثلا دياز واكانجي، وبعض الاحيان ستونز يخش في نص الملعب، وكل ده تحس ان الفريق في ديناميكيه واحده وفاهمين ومستعدين. ومستعدين عندهم المرونه وعندهم الامكانيات والقدرات. ده شغل المدرب. في بعض الاحيان لما المدرب يغير ياخد في تلت ساعه خمس اهداف، مثل زي توتنهام ونيوكاسل ستيرلينج. فالعمليه بتحتاج وقت ومحتاج دعم ومحتاج امكانيات. يقول لك ما هو بيصرف،
وفي الاخير بيعمل ايه بعد الصرف؟ او بياخد بطولات. خد اهو خد الموسم ده الدوري خامس موسم في ست مواسم بياخد دوري انجليزي. خمسه من سبعه. ايوه خمسه من سبعه. يعني حاول دوري انجليزي كانه دوري الماني دوري فرنسي. قبل ما يبدا الدوري الالماني مين اللي هياخده؟ البايرن. الدوري الفرنسي مين اللي هياخده؟ باريس. النهارده هو قبل ما تبدا الموسم يقول لك السيتي مع جوارديولا. الدوري المصري كيف؟ ها؟ هتوقعنا في الغلط. هتوقعنا في الغلط. احنا لسه غايب عننا الدوري المصري بقى له سنتين مش عند الاهلي، فلما نضمن ناخد الدوري نقول لك الدوري الاهلي. فدي الحاجات الامكانيات. يقول لك ما هو بيصرف ملايين، اه في الاخر ملايين، اه بياخد بطولات بحقه يصرف. طيب كل شيء في الطريق الصحيح. السيتي يبدو في طريقه لثلاثيه تاريخيه عبد العزيز اقرب من اي وقت مضى. كل يوم يمر تشعر بان السيتي جاهز الفوز بهذه الثلاثيه. وبدا التجهيز في هذا الموسم. يعني تصدر ارسنال حتى المرحله الماضيه اتى بسبب ان السيتي تعثر كثيرا، لانه ممتاز ارسنال لا نختلف على هذا الامر. لكن لو كان السيتي في فورمته بنفس افكاره بنفس نظام اللعب بنفس الطريقه لما كان الارسنال بهذا الفارق. في البدايه غير نظام اللعب خلال الموسم. من الأربعة ثلاثة ثلاثة إلى النظام الذي نشاهده حالياً 3-2-4-1. هذه كانت هناك مشاكل كثيرة. جرب ريك لويز لاعب الشاب في هذا المركز، استغنى عن كانسيلو. جرب برناردو سيلفا في هذا المركز وكانت هناك بعض المشاكل، خصوصاً مباراة توتنهام التي خسرها. أيضاً تعادل أمام نوتنغهام كانت تقريباً بنفس النظام إلى أن استقر على ستونز. كل هذه المباريات والتعثرات أخذت هذه النقاط من السيتي التي كان يستحقها، ولكن تجربة الأفكار الجديدة، تجدد التطور، الأفكار التي لم يفكر بها أحد سابقا، بإدخال الظهير، بالتفكير بالمساحات، بعملية الجري، عملية انتشار، كل شيء تشعر بأنه مدروس لدى السيتي، خصوصا من ناحية الانتشار والتحركات الهجومية. لذلك التفاصيل الصغيرة بكل تأكيد تلعب دور، وهي لعبة دور في هذه المرحلة من السيتي لأن يصبح منافس. تحدث عن الصرف، الصرف لم يكن أكثر من تشيلسي ويونايتد في هذا الموسم، بل باع اكثر من مصاري في هذا الموسم، وصل الى مرحله انه يحتاج فقط ان يبدل لاعب بلاعب، وربما جلب لاعب يقدم اضافه كهالاند، لكن ليست بتلك المبالغ، وصرف في بدايه المشروع نعم بكل تاكيد، يحتاج الى عقليه جديده، يحتاج الى جوده ونوعيه لاعبين تخدم الطريقه التي يريدها، لكن الان الامور اصبحت مستقره، هذا الاستقرار يؤدي بان اللاعبين اصبحوا اكثر نضجا، اكثر تقبلا للافكار، واصبح هناك ذكاء تكتيكي داخل ارضيه الملعب في مختلف المواقف. شاهد اليوم في حاله التكتل كل فاهم ماذا يريد جوارديولا بكل تاكيد. اليوم عندما تشاهد حاله التكتل لوستهام اعطاء تنمات لرودري وستوز بالتقدم اصبحت هناك خطوره اكبر. لذلك الحلول موجوده، دائما هناك خطط وحلول موجوده، ورغم ذلك هو في هذا الموسم اقل فريق استخداما للاعبين وينافس على جميع البطولات. لذلك الحاله البدنيه ممتازه، تقييمه ما شاء الله بدون اصابات، وهذا الامر الممتاز، لان اخر فريق بدا فتره الاعداد وكانت مباراه سيئه في الدرع الخيريه، ومن ثم بدا يتطور شيئا فشيئا فنيا بدنيا ذهنيا وتكتيكيا داخل ارضيه الملعب، اصبح جاهز للمنافسه في جميع البطولات، اصبح هناك فارق كبير ما بينه وبين الفرق. تقريبا كل لاعبين دوليين في السيتي. لذلك هذه الجوده تحتاجها، تحتاج الى الخبره، تحتاج الى الجوده. وفي النهاية هو أكثر مدرب عبقري شاهدته في حياتي في جيلنا الحالي على الأقل تقديرا.